مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من مؤشر النيل. التباين هو السائد على مؤشرات البورصة المصرية لليوم الثاني. شفنا بالأمس كان هناك تباين، ولكن ربما الشيء المضيء في الموضوع أن المؤشر الرئيسي لم ينخفض ولا يسير في اتجاه عرضي، ولكن بالعكس في هناك زيادة، وإن كانت زيادة طفيفة جدا، ولكنه حتى الآن لم يلبي طموحات المتعاملين داخل البورصة المصرية ويتخطى حاجز 14500 نقطة. وشفنا بالأمس كان هناك تباين وارتفاع للرئيسي. النهاردة لم يختلف المشهد كثيرا داخل البورصة المصرية. هنجد أن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 أيضا ارتفع، ولكن بنسبة طفيفة، بنسبة 39% ليغلق عند مستوى 14097.43 نقطة. وصعد أيضا مؤشر EGX30 كابيتال الجديد محدد الأوزان النسبية بنسبة 26% لينهي التعاملات عند مستوى 17352.21 نقطة. أما التراجع فكان من نصيب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، واللي تراجع بنسبة 2.31% لينهي التعاملات عند مستوى 543.39 نقطة، وهي بالطبع انخفاض كبير جدا. وكان أيضا انخفاض من نصيب مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.87% ليغلق أو لينهي التعاملات عند مستوى 1408.8 نقطة. قطاع الاتصالات كان هو المتصدر اليوم داخل القطاعات النشطة في السوق، وتصدر القائمة بنسبة 31.69%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 16.33%، وجاء قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك ثالثا بنسبة 15.5%، بينما جاء رابعا قطاع البنوك بنسبة 9.8%. ولازال اتجاه المستثمرين المصريين متجه نحو الشراء، ايضا اليوم اتجهوا نحو الشراء واستحوذوا على السوق بنسبه 56.45% من اجمالي التعاملات، كما اتجه المستثمرون الاجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبه 40.3%، بينما اتجه العرب نحو البيع واستحوذوا على نسبه 3.52% من اجمالي التعاملات. وما زلنا مع فئات المتعاملين داخل السوق، هنجد ان المستثمرين الافراد اتجهوا نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 36.76%، وهذا يخالف اتجاههم بالامس، ولكن اليوم ايضا اتجهت المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبة 33.23% من اجمالي التعاملات. عن الأسهم الأكثر ارتفاعا النهاردة، تصدرها سهم حق الاكتتاب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت السلاب مصر 3 بنسبة 15.27%، تلاه سهم أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة 4.32%، ثم سهم القابضة المصرية الكويتية بنسبة 4.14%، وحل رابعا سهم أرابيا إنفستمنت هولدينج بنسبة 4.8%. الأسهم الأكثر انخفاضا اليوم تصدرها سهم العامة للإصلاح الأراضي أو استصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.99%، ثم سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 5.47%، تلاه سهم العز الدخيلة للصلب الإسكندرية بنسبة 5.22%. رابعا جاء سهم العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 4.70%. ومشاهدينا، للمزيد من التحليل والتوضيح حول أداء البورصة اليوم، يسعدني أن ينضم إلي في استوديو النيل الأستاذ صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ صفوت. أهلا بك أستاذ مروة. أهلا بحضرتك. هنتابع تقريرنا اليوم من أداء البورصة من داخل البورصة، ونرجع مع حضرتك سريعا نبدأ تحليل لأداء اليوم. مشاهدينا، نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع مع بعض للتحليل. للجلسة الثالثة على التوالي تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على تواصل اختلاف الأسهم ما بين الصعود والهبوط لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء. البورصة تأثرت بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والأجانب أفرادا ومؤسسات، قابلتها عمليات بيع من المستثمرين العرب أفرادا ومؤسسات. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع بنحو 520 مليون جنيه،
ليصل إلى 749 مليارا و165 مليون جنيه بعد إجمالي تداولات بقرابة مليار و317 مليون جنيه. تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية بقرابة 765 مليون جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 صعد بنسبة 39%، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 2.31%. وتراجع مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.87%. التداولات شملت 159 سهما لشركات مقيدة في البورصة، ارتفع 58 سهما منها وتراجع 51 سهما واستقر 50 سهما عند أسعار إغلاقاتهم السابقة. محللون ماليون رأوا أن المؤشر الرئيسي استكمل حركته الصعودية التي بدأها منذ بداية الأسبوع متأثرا بظهور نتائج أعمال إيجابية لسهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، فضلا عن قرار أوراسكوم للاستثمار بالعدول عن عرض الاستحواذ على أسهم النيل للسكر. وأضاف المحللون أن هناك انفصالا بين الحركة الصعودية للمؤشر الرئيسي وبقية المؤشرات، مشيرين إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ومؤشر إيجيكس 100 ما زالا متأثرين بتراجع سهم شركة عز الدخيلة لوزنه النسبي الكبير في مكونات المؤشرين، وذلك على خلفية قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار فرض رسوم على استيراد خام البليت، الأمر الذي قد يؤثر على نتائج أعمال الشركة. وقال المحللون أن السوق يشهد هدوءا نسبيا منذ عدة أسابيع في انتظار أي أنباء إيجابية جديدة تدفع السوق للصعود على المدى المتوسط وطويل الأجل. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد ما تابعنا هذا التقرير حول البورصة المصرية، وبتسعدني أن أرحب مرة تانية بضيفي في الأسبوع الأستاذة صفوت عبد النعيم. أستاذ صفوت، يعني أخبار متضاربة كتير ولكن في المعظم هي أخبار إيجابية، يعني كل المحللين الاقتصاديين كانوا بيتكلموا عن انتظار الكثير من الأخبار الإيجابية، وخاصة طبعا ما يتعلق بصفقة جلوبال تيليكوم، اتكلمنا عن الضريبة وفي توجه لتثبيتها، كل العوامل الإيجابية بتؤدي المفترض لارتفاع السوق بالنسب أكتر كتير من اللي احنا شايفينها دلوقتي. أسباب عدم تلبية السوق لأحلام وأمال المتعاملين فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام اللي قلت حضرتك طبعا صح، بس لازم نفسره اكتر. ان احنا السوق من بدايه من شهر 7 بعيد عن التاثر بالاخبار الايجابيه، لان كان السوق متوقع انه يتاثر سلبا بقرارات رفع الدعم عن الطاقه، وكانش لسه برضو طلع فيما يخص قرار الضريبه على البورصه، بس كانت هتبقى 1.5 في الالف ولا 1.75 في الالف، فكان السوق لسه مترقب كل التأثر ده، هل هيمتص الآثار السلبية بالنسبة لقرارات رفع الدعم عن الطاقة وبما تؤثر بيها من نتائج على نتائج الشركات المستقبلية، اللي في ناس كتير بيبنوا محافظهم المالية على أساس هذه النتائج، خاصة في النص الثاني من العام وخاصة الصناديق. فمجرد ان كان في تنبؤ ان خلاص هيتم الاستقرار او موافقه البرلمان على تثبيت الضريبه الدمغ ل 1.5 في الالف، كان في تشجيع اكتر ان او تحفيز ان انا ممكن نبني كمان مراكز شرائيه جديده في السوق من جانب المؤسسات. والجلسات من 1 مايو من 1 يوليو لغايه دلوقتي هي بترجم الكلام دوت. كنا متأثرين سلبا بالقرارات دي من ساعة التصريح بيها في شهر 5، فكان اللي في رأيي ان الامتصاص بالنسبة للآثار السلبية بالنسبة للقرارات ديت كان بيسبق تطبيقها في 1/7 من اول 1/7، عشان كده كانت البورصة نازلة الفترة اللي فاتت كلها، وكان في تخارج وانتظار، يعني كان تخارج وانتظار لغاية ما نشوف الوضع ايه وقدرة السوق على امتصاص الخبر ايه. طيب احنا يمكن اتكلمنا في ثلاث اخبار، الثلاثه تم حسم القرار فيهم، سواء صفقه جلوبال تيليكوم شبه منتهي، الضريبه شبه منتهيه، الدعم خلاص اترفع، ليه السوق لسه ما شفناهوش في حالته المنتظر؟ ما انا بقول لحضرتك لسه موضوع، يعني انا دلوقتي بطمن للفلوس الجديده اللي ممكن تخش السوق او بناء مراكز شرائيه جديده، ليه؟ انا عندي محافظ خرجت اوريدي يمكن من شهر 4 لغايه دلوقتي، سواء اجانب سواء مؤسسات مصريه صناديق،
كل ده خرج في الفترة اللي قبل كده، فكنت لازم عشان يعيد دخوله تاني أو إعادة الدورة تاني للسوق في الأسعار اللي واستطلاع الأسهم كان لازم يكون في نوع من الاطمئنان. فأنا بشوف إن الآثار دلوقتي دي اللي هو نوع من الاطمئنان أكتر للسوق، بس لسه الدخول القوي لسه ما بدأش، بس شايفين إن في نية لبناء مراكز شرعية جديدة بالنسبة للصناديق الاستثمار بالنسبة مع بداية النص السنة الجديد. بالنسبة لمحافظة البنوك حتى الحكومية اللي بتستثمر في أوراق مالية اللي أنهت ميزانيتها في 30/6 وشايفة إن في تحفيز في البورصة بالنسبة للأسعار كبناء مراكز شرعية جديدة، كل ده خلانا نشوف دايما الجلسات اللي فاتت سواء المرتفع أو المنخفضة دايما طالع فيها الأجانب المؤسسات ومؤسسات المصريين دايما زي جلسة النهاردة في جانب الشراء. النهاردة البياع الوحيد في السوق هو المستثمرين العرب. العرب سواء أفراد سواء مؤسسات، إنما باقي فئات المستثمرين ده ترجمته إيه بقى؟ ده متأثر بالبورصات عندهم برضو وأكتر وتسوية مراكز شرعية عندنا وعند مقاومات معينة اللي هي الـ 14,000. هل نقدر نقول ان البورصات الناشئه اللي حوالينا موجوده في المنطقه جذبت بعض من المستثمرين اللي كانوا في البورصه المصريه في الفتره اللي فاتت؟ هو ده حدث خلال الشهر اللي فات دوت مع قيد 30 شركه من اكبر الشركات السعوديه في مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئه، ده جذب سيوله كتيره كانت يعني بتبقى مخصصه للشرق الاوسط او الاسواق عموما، فكانت خدت منها جزء كبير قوي للسعوديه في الموضوع دوت. ده اثر علينا طبعا ان احنا ما حظيناش بجزء من هذه الاستثمارات. انما اتوقع وعلى اللي انا شايفه من حركه الاجانب الفتره دي من بعد بدايه النص الثاني من العام والمؤسسات المصريه ان شاء الله هيقدر السوق يعمل تداولات اعلى من اللي كان بيعملها الفتره اللي فاتت ويتخطى مستويات فنيه مهمه جدا اللي عند 14200 نقطه ل 300 نقطه ل 14300. المستوى ده فنيا لو قدر خلال جلسه بكره والغد ان شاء الله يبقى انا خلاص انا كسرت. بس هو كان وصل لهم ورجع تاني في بدايه الاخبار، هو الحركه تذبذبيه من اول ما حققنا 15300 اعلى نقطه خلال العام، فكانت الاتجاه هابط مع حركه تذبذبيه في قمم بتتحقق وفي قمم ما بتتحققش نعمل داون اقل منه. احنا في المرحله دلوقتي ان احنا ما بنعملش داون اقل من داون. اخر داون يعتبر إن قريب لينا هو مستوى 13800 نقطه. اعتقد ان انا لو ما قدرتش اعدي او اغلق بنهايه الاسبوع عند مستوى 14300 فوقيه يعني خلال الجلستين بتكلم في 300 نقطه من النهارده لو اغلقت عنده من نهايه الاسبوع هلاقي دي يمكن اقدر ابشر بيها المستثمرين هلاقي تسارع في ارتفاع المؤشر في حدود 800 نقطه لغايه مستوى 15000 نقطه باذن الله. طيب الاسعار دلوقتي مغريه جدا، المفترض انها مغريه لاي حد مستثمر عايز يدخل، خاصه ان احنا خلاص اطمنوا ان يعني قريبا او عاجلا هيكون في صفقه جلوبال تيليكوم هتدخل. ليه ما شفناش اقبال على شراء الاسهم في ظل انخفاضها التاريخي ده عشان يقدروا يحققوا مكاسب بعد كده؟ هو احنا بقالنا سنتين الاسهم جاذبه للشراء، مش بس ما كانش في منتظرين حدث يعني زي جلوبال. دايما البورصه بتاعتنا اسهم جاذبه للشراء، انما بعد كده بعد ما القوى الشرائيه تكتذب وتدخل البورصه ما بنلاقيش في اي نمو في حركه الاسهم في كميه التداول حتى، فضعف السوق نفسه هو اللي مخلي الاسهم مغريه للشراء مستقبلا يعني على فتره مش اقل من 6 شهور مع نهايه العام. ده اللي اقدر عليه اقول عليه الاسهم جاذبه للشراء. انما لغايه دلوقتي طالما انا عندي في اخبار لسه ما تمتش، يعني حتى الخبر الايجابي بالنسبه للسوق هو الناس شايفينه ايجابي عشان مش مشكله تنتهي اللي هو استحواذ بيون الهولنديه على شركه جلوبال تيليكوم اللي اتاخر من 2017 واثر على السوق بالسلب، فكان بالتالي انتهاء المشكله حتى لو على سعر متدني زي ما حصل وتدخل الضرايب في الامر وكده، بس الناس بتبص له من حاجه ان خلاص مشكله حاجه كانت حاجزه فلوس لمده سنتين وان الفلوس دي اكيد هيعيد تدويرها تاني المستثمرين الخارجين من جلوبال تيليكوم. الكلام ده هيتم لغايه شهر 6/8 القادم 10/8 او 6/8. السهم كل ما يقرب بقى السهم بيتعامل زي اكن السندات تداولات السندات اللي انا عارف القيمه الحاليه يعتبر انا بتداول بقيمه حاليه ليها، ان انا لو اشتريت في اي وقت دلوقتي هيرتفع السهم او هبيع عند 5 جنيه و8 قروش، فدايما هنلاقي فيه ارتفاع بسيط بسيط ممكن نلاقي فيه فتره كل ما تقرب
مستوى الصفقة التداول على جلوبال تيليكوم يقل، بس نتوقع من ده ان في سيولة كبيرة هتجر معاها باقي اسهم السوق بمجرد لان في اسهم افراد كتير جدا محبوسة من ايام السعر ما كان بسبعة جنيه لغاية دلوقتي، مجرد خروج خلاص الخروج اجباري بالنسبه للمستثمرين الافراد اعتقد والمؤسسات برضو اعتقد دوت هيكون دافع ان انا هشوف في سيوله قادمه للسوق بعد. طب ده يترجم ان احنا بنلاقي بقالنا فتره ان قطاع الاتصالات هو المتصدر القوائم في الفتره الاخيره في السوق؟ هو قطاع الاتصالات بيكون متصدر مش عشان القطاع والنشاط بتاعه، يعني اللي هو في اكتر من شركه جلوبال تيليكوم وراسكوم للاستثمار القابضه والمصريه للاتصالات، الشركات دي لسه نتائج العمل بتاعتها مش بالجدول ان هو نقول ان قطاع الاتصالات نشط، لا انا عندي في نشاط على سهم معين هو عامل اعلى تداولات اليوم النهارده اللي هو جلوبال تيليكوم عامل 91 مليون جنيه من قيمه التداولات، يليه وراسكوم للاستثمار برضو ده ليه خبر وده ليه خبر. الخبر الاولاني بتاع جلوبال اتكلمنا فيه، الخبر الثاني بتاع شركه وراسكوم الاستثمار القابضه ده بيخص تراجع الشركه عن الاستثمار في شركه كان فيها مشاكل قبل كده، يعني حتى السوق قابل المشكله ان السوق قابل الخبر بالسلبيه، يعني حاجه غريبه جدا، يعني انا المفروض كان في شركه اوراسكوم التابعه للسيد نجيب ساويرس هتشتريها، هتشتري شركه تابعه للسيد برضو نجيب ساويرس اللي هي النيل للسكر او يعني ليه ملكيه فيها، تراجعت عن هذا القرار فكان حتى التمويل بتاع الشراء دوت كان هيتعامل بيه زياده راس مال المفروض بالنسبه لوراسكوم للاتصالات، يعني حتى الواحد ما كانش بينصح او يوصي ان يتم الموافقه على التمويل من زياده راس المال عشان اشتري شركه تمام تابعه اخرى. طيب عايزين نتكلم عن احنا ده عارفين ان الفايده هي العدو الاول للبورصه، كلما ارتفعت الفايده ده بيقلل بيسحب الاستثمارات من البورصه المصريه، في ظل ان التوقعات الاغلبيه بتقول ان هو هيتجه البنك المركزي في اجتماعه القادم للتخفيض، هل شايف ان اولا مع هذا القرار او مع هذا الراي ان هو فعلا هيتجه للتخفيض ولا التثبيت، وماذا كيف ينعكس ده على البورصه المصريه بشكل سريع؟ بشكل سريع هو البورصه والضرايب هم اكتر معوقات تمت على البورصه المصريه خلال سنتين، الفايده تقصد الفايده والضرايب اللي تم فرضها، وهم دول اللي هدوا البورصه فعلا من 2017 من مستوى 18000 بنتكلم في 4000 نقطه حتى الان. دايما احنا ما بحبش موضوع التوقع البنك المركزي ولجنه السداد تعمل ايه عشان ما فيش حد تحت ايده الادوات اللي لجنه السداد بتعمل فيها، بس احنا بنقدر نقول او نوصي او نتمنى ان يكون في تخفيض للفايده عشان كان ارتفاعها هو السبب في تدهور حال البورصة، وبالتالي أنا كنت برفع الفايدة مش عشان أعالج التضخم، لأ أنا كنت برفع الفايدة عشان أتحكم في سعر الصرف بعد التعويم عشان أمنع حاجة اسمها الدولارة. فأنا دلوقتي مع هبوط الدولار من أول 2019 لغاية دلوقتي وتوقع هبوطه مرة أخرى، أنا ليه أستمر على رفع الفايدة أو على الفايدة المرتفعة اللي بتكلف أعباء تمويلية على الشركات وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، يعني بنتكلم في ارتفاع أسعار تاني وتضخم تاني يعقب القرار بتاع رفع الدعم عن الطاقة. فأنا لو في إجراء مالي يعني أنا خدت قرار رفع الدعم عن المحروقات في مقابله ممكن اعالج الامر، بستخدم الفايده دي كاداه، الفايده دايما مش هدف، الفايده اداه انا بستخدمها لضبط سيوله معينه. فانا لو مش شايف بس ده هي دايما الفايده مرتبطه بمعدلات التضخم، فمع كمان تحرير اسعار هو معدلات التضخم تزيد. بترتبط بالفايده وليس معدلات وليس الفايده ترتبط بمعدلات التضخم بغض النظر مين يذكر الاول، بس هي مرتبطين ببعض، فبالتالي هو المتوقع ان هو ان انا الفايده اداه بعالج بيها ايه، الفايده اداه انا بعالج بيها سعر التحكم في سعر الصرف. تمام. انا ده رايي المالي والاكاديمي عموما معروف التضخم يعني. طبعا فانا التضخم هو نتيجه المعالجه دي التضخم هو نتيجه المعالجه دي، فانا عندي دلوقتي ما فيش اي مبررات ان انا افضل على سعر الفايده كما هو، خاصه بعد انخفاض معدلات التوظيف في البنوك. يعني البنوك دلوقتي الفايده العاليه بقت بالنسبه لها عبء. يعني انا لما اكون في تنبؤ عن انخفاض سعر الفايده انا ده في صالح البنك نفسه مش ضد البنك، لان البنك متشبع سيوله مش محتاج يرفع الفايده عشان يجذب سيوله تاني، وده مأثر على نتائج البنك التجاري اللي ممكن نكون متوقعين اتجاه للجنه السياسات بالتخفيض، ويكون الناس اللي او المؤسسات اللي بتستثمر في البنك التجاري طيب.
مستشعره ده. طيب في ظل بقى كل العوامل اللي حضرتك قلتها بكره هنشوف السوق عامل ازاي؟ بكره اتوقع ان شاء الله يعني على جلسه النهارده جلسه تعادليه على المدى القصير والمدى الطويل. يعني اللي خلينا بس احنا في مرحله حرجه هم الجلستين اللي جايين دول. انا على جلسه النهارده كان احنا 159 شركه يعتبر متقسمين ثلاث خمسينات يعني 50 مرتفعه و50 منخفضه و50 ثابته مثلا. تمام فالجلسه النهارده تعادليه. اتوقع ان بدايه الجلسه بكره مجرد ان انا مش هشوف الاسعار ولا اسعار البنك التجاري، مجرد ان انا اشوف اتجاه المؤسسات المصريه والمؤسسات الاجنبيه شاريه، انا هيكون دافع عندي ان انا خلال اليومين دول ممكن احقق حوالي 200 نقطه او 300 نقطه في المؤشر واغلق بيها وابقى يعني اكني طلعت من عنق الزجاجه الفني بالنسبه للمؤشر. طيب احنا بنتكلم في النهارده سريعا برضو معدلات سيوله، بنتكلم في 720، بكره نتوقع معدلات سيوله اكتر وتداولات 720 أكثر. هو النهارده من اسهم بينقسموا ل 550 تداولات في الاسهم وحوالي 170 تداولات في السندات. لا اتوقع بكره ان شاء الله يعني النظره تفاعليه اكتر بغض النظر عن التباين اللي حصل في المؤشر بين ال 70 وال 30 النهارده. طبعا للاسف الوقت ما اسعفناش احنا نتكلم على ليه اسبابه، اعتقد ان الاسباب القويه او الثابته لدخول قوى شرعيه جديده من جلسه بكره اعتقد ان هي متوفره اكتر، واللي معاها نقدر نترشح لتوقع ارتفاع المؤشر بكره ان شاء الله مع ارتفاع احجام التداول بما تتخطى 750 مليون جنيه ان شاء الله. نتمنى يبقى اذا على المدى القصير ان شاء الله ارتفاعات، وعلى المدى المتوسط انا مجرد ان انا اخرج من عنق الزجاجه انا في اتجاه صاعد ان شاء الله. بنتمنى طبعا الخروج دايما من الزجاجه كلها ان شاء الله. ان شاء الله ونتمنى كل التوفيق للبورصه المصريه والقائمين على البورصه المصريه وان هم يتخذوا قرارات لصالحها. بشكرك شكرا جزيلا استاذ صفوت عبد النعيم خبير اسواق المال، شكرا جزيلا لوجودك معانا. وايضا الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وغدا باذن الله حلقه جديده وفريق عمل جديد. بشكر لحضراتكم حسن المتابعه والى اللقاء.